الطيب صالح كان طيباً لما غزلت أنامله من روايات ومؤلفات وكتابات ساهمت في تعزيز ونشر الأدب والثقافة السودانية حول أنحاء العالم، فلطالما لقب بعبقري الرواية العربية. ولد الطيب صالح يوم 12 من تموز عام 29 لعائلة محبة ودافئة، سكنت في قرية كرمكول شمال السودان وعملت بالزراعة. درس الطيب صالح في المرحلة الابتدائية في وادي سيدنا، وانتقل بعدها إلى الخرطوم ليدرس العلوم ويحصل على درجة البكالوريوس، لينتقل بعدها إلى لندن ليدرس العلوم السياسية. تنقل الطيب صالح بين عدد من المهن والمحطات، فمرة أدار مدرسة في السودان، ولاحقا عمل كإعلامي في الهيئة الإذاعية البريطانية، ليعود بعد ذلك إلى الوطن ليعمل في الإذاعة السودانية. وبعد فترة قصيرة هاجر إلى قطر وشغل منصب وكيل ومشرف في وزارة الأعلام، ليعمل لاحقا كمدير إقليمي في منظمة اليونسكو في باريس. بدأ الطيب صالح الكتابة منذ أواخر سنوات الخمسينيات من القرن الماضي، ومن أبرز أعماله ضو البيت وعرس الزين ودوما ود حامد وروايات أخرى عكست البيئة السودانية وثقافته الواسعة كروايته الأشهر موسم الهجرة إلى الشمال. حصل الطيب صالح على جوائز عديدة منها لقب عبقري الرواية العربية، وفي عام 2010 تم إطلاق جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع المكتوب تزامنا مع ذكرى وفاته يوم 18 من شباط، حيث توفي عام 2009 بعد إصابته بفشل كلوي. شكرا لزميلتنا روزين عودي على هذا التقرير عن الكاتب السوداني الطيب صالح. وفي هذا المحور ينضم لنا الكاتب والأديب الأستاذ ناجي ظاهر. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا بكم الجميع. صباح الخير. يعني أستاذ ناجي، نتحدث أنه ب 18 من شهر شباط توفي الروائي السوداني الطيب صالح، ومثل ما تحدثنا في افتتاحية هاي الفقرة يعني النقاد العرب الكبار اللي أيضا إلهن قيمتهن في هذا المجال وهذا العالم منحوه لقب عبقري الروائي، يعني تحب تحكي لنا على هذا المستوى الثقافي اللي خلاه يوصل لهاي المكانة؟ نعم، يعني الطيب صالح أخذ وقتا طويلا حتى حظي بالاهتمام، يعني ابتداء الكتابة سنة 53 أصدر روايته موسم الهجرة للشمال في أوائل السبعينيات 72 أو 73، صدرت أولا في مجلة حوار التي كانت تصدر في تلك الفترة وكانت مجلة مهمة ومثيرة للجدل. انتبه إليه النقاد بعد صدور عدد من أعماله الأدبية. روايته موسم الهجرة إلى الشمال هي التي منحته موقعه، وإبداعه ابتدأ مع أول قصة. هو كاتب إنساني من طراز رفيع واستحق الاهتمام الذي حظي به عن جدارة، وليس لمجرد الاهتمام بكاتب سوداني يأتي بنفس جديد إلى الرواية العربية. يعني بعد عدد من الأعمال هو صبر أكثر من 20 عاما حتى حظي بالاهتمام. أصدر أعمالا مهمة جدا مثل دومة ود حامد، نخلة على الجدول، عرس الزين، ولكن الرواية الأساسية التي لفتت الأنظار إليه هي موسم الهجرة للشمال. واكتشفه الناقد رجاء النقاش، كتب عنه عبقرية جديدة في الرواية العربية، ومنذ ذلك الوقت حظي باهتمام كبير. مما يدل على أن هناك يعني يمكن أن يكشف ناقد عن كاتب وأن يسلط الضوء عليه وأن يعطيه إمكانيته. صحيح أن الطيب صالح كاتب له أهميته، ولكن تسليط الضوء عليه يعني ساعد في انتشاره طبعا. وهذا دور النقد يعني. أين أبدع الكاتب والروائي؟ يعني ما هي الدلالات والإشارات اللي استعملها في كتابته في لغته اللي أثرت على الجميع وجعلتهم يعني يعطوها المكان المرموقة؟ يعني الطيب صالح بالأساس هو يتنفس وطنه السودان. هو من شمال السودان، جاء من قرية وعاش في الخرطوم، وانتقل من الخرطوم إلى لندن. عاش تجربة إنسانية غنية جدا، ولكن السودان كانت تسكن فيه. يعني هو غادر السودان
وحملها في قلبه إلى كل مكان ذهب إليه، ويتجلى هذا في كتاباته طبعا. ويعني في نخلة على نذكر تحديدا أمورا، يعني في نخلة على الجدول يؤنسن النخلة، يؤنسن النخلة ويهتف صاحب النخلة المضطر إلى تركها، يهتف بمن يعبث بها، يقول له لا تعبث بقلب النخل، النخيل له قلب مثل الإنسان. فبكاتب إنساني، كاتب شعبي من أعماق السودان، من بين نخيله، من ترابه، من مائه، من هوائه، من سمائه، خرج هذا الكاتب. وأن يعيش الكاتب الوطن بهذا العمق وبهذه الإنسانية، هو أن يعيش الإنسان العالمي أيضا. صحيح. فكتاباته يعني دخلت إلى أعماق السودان، وبهذا المفهوم تغلغلت في عالميتها، هو تغلغل في مكانه لينطلق إلى عالمه كالنخلة. نعم يعني يعني كاتب فعلا لم يكتب كثيرا على فكرة. يعني هو كاتب مقل جدا، لأنه كان يجد صعوبة في الكتابة. صحيح. كان يكتب بطريقة كأنما هو يصور الكلمات، فكان حتى موسم الهجرة إلى الشمال. نعم. استمرت على مدار 4 سنوات يعني. نعم هو كاتب بطيء جدا، بطيء جدا. أنتج قليلا ولكن بزخم، ولكن عظيما. صحيح. يعني استاذ ناجي، بهمني نتوقف عند موضوع ترجمة. نعم. الرواية. نعم. طبعا موسم الهجرة الى الشمال الى اكثر من 20 لغة. صحيح. يعني هذا شيء مش مفهوم ضمنا. احنا اليوم قديش بنشدد على اهمية. صحيح. ترجمة الاصدارات او الروايات. صحيح. الى اكثر من لغة، ولكن الحديث يجري عن 20 لغة. وين كان العمق في هاي الرواية لتنا يعني جعلت هناك أهمية في ترجمتها إلى هذا العدد الكبير من الترجمات؟ أولاً أيضا أريد أن أشير بشكل عابر إلى أنها ترجمت إلى العبرية، وأنا كتبت مقالة في حينه عندما ترجمت، ويعني توصلت في المقال إلى أن هذا الكاتب يتحدث عن إنسانيته ويتحاور حوارا حضاريا مع الآخر. هذه الرواية يعني أولا لمست موضوعا هاما جدا سبق ولمسه عدد من الكتاب العرب، ولكن بطرائق مختلفة. هو كان متميزا، ونقطة التميز هي عملية اللقاء بين الثقافتين الشرقية والغربية، وأضاف إليها هو أيضا الإفريقية. فعملية كيف تتجلى عملية الصراع في عملية اتفاق وخلاف ولقاء وفراق. الرواية تتحدث عن اللقاء الحضاري بين حضارتين، بين ثقافتين. هذا أولا. أسأل في هناك كتاب تطرقوا سابقا إلى هذه النقطة، إلى هذا اللقاء الحضاري، توفيق الحكيم مثلا في عصفور من الشرق، وسهيل إدريس في الحي اللاتيني، ويحيى حق في قنديل أم هاشم. يعني هذه سبق وتطرقوا إليها، ولكنهم يعني ولكن الطيب صالح يعني أضاف إلى ما قاله كتاب آخرون، وفجر عوالم من الأحاسيس. هو إنسان، هي تتحدث عن مصطفى سعيد، رجل سوداني أسود يعيش في لندن، وتتحدث عن تجارب أنا أعتقد أنها قريبة جدا من تلك التي عاشها الكاتب. هو قال يعني عندما سئل هل أنت مصطفى سعيد، قال لا، ولكن هناك الكثير من الملامح التي تربط بين الشخصيتين، بين شخصيته ككاتب وبين شخصيته كراوي. نعم، فهناك ملامح كثيرة. يعني مثلا هو تزوج من 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 بريطانية. أجنبية بريطانية. صحيح. هو عاش في بريطانيا، هو أحب أبو النواس وأحب المتنبي، هو أحبهما حبا يكاد يصل إلى العشق، فكتب عنهما بالكثير من الرهافة. وحتى الأبيات التي اختارها لأبي النواس ولأبي طيب المتنبي، يعني أبيات متميزة تشعرنا بنبرة إنسان يتحاور مع التراث العربي ويحب هذا التراث ويبدع في اللغة، يعني يعشق اللغة ويفجر كل طاقاتها إلى حد أننا يعني نجد كأننا نقرأ لكاتب من أولئك الكتاب الخالدين. ويعني قد يثير كثيرا ان نقول انه عندما كتب نخلة على الجدول، قصته الاولى، هو كان في 24 من عمره، في جيل يعني صغير. عند حتى عندما كتب موسم الهجرة للشمال التي شغلت الدنيا وملأت الناس
كما قيل، وما زالت تشغل الدنيا وتملأ الناس وتستحق القراءة وسوف تقرأ إلى أمد بعيدة. طبعا حتى في هذه الرواية هو لم يكن كبيرا في العمر، يعني كان في شباب، وكل المقابلات التي أجريت معه يعني تحدثت عنه كشاب غض الإهاب ما زال في بداية طريقه، ولكن بداية الطريق لدى الطيب كانت قمته. سيد ناجي، إلى جانب الروايات كان هناك أيضا كان لديه اهتمام في القصص القصيرة وكتابات القصص القصيرة، وأنت أيضا أجريت دراسة على قصصه القصيرة، حدثنا عن هذا. نعم، أنا أجريت دراسة موسعة حول مجموعته القصصية دومة ود حامد، ورأيت إلى الأبعاد الإنسانية العميقة الشعبية. كاتب يخرج من أعماق الأرض، يخرج من بين الأشجار، يحلق في سماء جميلة مبهرة. فهذا كان لقاء أول لي مع الطيب صالح. اللقاء الثاني كان عندما منعت روايته موسم الهجرة للشمال، طلب هنا، طلبت بعض الفئات بمنعها لأنها تتضمن تعبيرات جنسية، فأنا تصديت يعني لهذا، وأنا مؤمن بأن الطيب صالح يعني كتب بصدق وبعمق يستحق أن يقرأ طبعاً. كما قرأ أدبنا العربي القديم. يعني هو عندما قالوا له أنت تكتب في يعني بشكل إباحي ومكشوف، قال لهم اذهبوا اقرأوا أدبنا العربي القديم لتروا كم هو أدب مكشوف وكم هو أدب جميل. يعني أشار إلى كتاب مهم جدا لابن قيم الجوزية، هو صيد الخاطر. قال اقرأوا صيد الخاطر لتروا كم تحدث أجدادنا العرب بجرأة، نحتاج نحن إليها، إلى مثلها اليوم. فأيضا إذا يعني أنا أضيف إلى ما قاله هو اقرأوا الف ليلة وليلة لتروا أي إبداع بهر العالم بما فيه من خيال وجمال وجنس أيضا. صحيح. يجب ألا نخاف، ألا نضع رؤوسنا في الرمال، وهذه الطابوات المحرمة الجنس الدين والسياسة يجب أن تقتحم لنحطم الأغلال ونحلق في فضاءات إنسانية جديرة وتستحق. لأننا إذا ما أزلنا هذه الطابوات، يعني إذا ما حذفنا الجنس، يعني أنا كنت بالأمس حاولت مراجعة بعض الكتابات، إذا ما حذفنا الجنس من رواية موسم الهجرة للشمال نقتل الرواية. يعني الجنس هناك موظف توظيفا رائعا. هو ود الريس في الرواية يتحدث بلغته الشعبية وفي جلسة شعبية. ماذا يتحدثون في هذه الجلسات؟ هل تجاهلنا للجنس أو للدين أو للسياسة يلغي وجودهم؟ طبعا لا. وبالذات إذا كان يعني تناولها في إطار رواية أو الثقافي بشكل عام يخدم الرسالة اللي حابب يوصلها. التوظيف في العمل الأدبي، التوظيف هو أهم. صحيح. ما يمكن أن ننتقد كاتبا، هو يقرر إباحية أو عدم إباحية الموضوع. التوظيف بالطبع إذا موظف بشكل صحيح هو يخدم طبعاً العمل الأدبي. إذا ما ألقي من الخارج فرض عليه، طبعا هناك نقد أدبي وليس نقد اجتماعي. نحن أمام عمل أدبي يستحق أن نقرأه بتعمق، وكما بذل الكاتب فيه من جهد علينا أن نبذل جهدا في قراءته أيضا. يعني القراءة هي ليست صحيح أنها نزهة، ولكنها ليست نزهة سهلة. القراءة عمل مضن ولكنه مسرع أيضا، يسرى القارئ ويرهف إحساسه. فعندما نقرأ بعمق وبجمال قد نتعب قليلا ولكننا نرتاح كثيرا. صحيح. طب أستاذ ناجي، يعني نتحدث عن مسيري كبيري ومحطات عديدة لا شك أيضا إن ساهمت في موضوع الكتابة والثقافي، وبدي أطرح على حضرتك موضوع عمله في الإذاعة السودانية، وأيضا في فترة لاحقة عمل في إذاعة البي بي سي الإذاعة البريطانية. نعم، هو يعني هو تنقل في عدة وظائف، حتى كان وكيل ثقافة في دبي وزارة الثقافة. يعني هو شغل العديد من المناصب، ولكن تبقى إنسانيته هي الطاغية. يبقى صدقه في التعامل مع الأشياء هو الأهم. يبقى تعلقه بالوطن رغم البعد عنه. هو واحد من الملامح الهامة. يعني هو عندما يضع الكاتب العالم في داخله
يتفجر هذا العالم كلاما. فهو يعني ذكرنا بالعديد من الكتاب ولكنه لم يكن وراءهم، كان بينهم. ذكرنا يعني هو قيل أنه تأثر بجوزيف كونراد في روايته قلب الظلام، ولكن الطيب صالح أنا أعتقد أنه أضافة إلى الرواية العربية إضافات حقيقية، وهذه الإضافات أيضا امتدت إلى أفاق عالمية. وكاتب ليس عاديا، كاتب استطاع أن يتحدث بخصوصيته وبقدراته الهائلة على الإبداع. يعني ما يبقى من الطيب صالح هو هذا التميز وهذا العمق الشعبي الشعبوي. هو يعني أن ماذا يعني نرى أكثر إبداعا من أن نرى الوطن في عيني كاتب، صحيح، في مخيلة كاتب، أن يتمكن من نقل كل هذا العمق الإنساني إلينا وكأنما نعيش هناك حيث عاش، كأنما نعيش بين النخيل، وكأنما نعيش قرب دومة ود حامد، وكأنما نعيش مع الدرويش الزين الذي يشبه العديد من الدرويش هنا في الناصرة، العديد من الدرويش الذين يشبهونها ولكن لم يكتب عنهم إلا بشكل بسيط. الطيب صالح كتب عن درويش سوداني كيف استغله الآخرون وعلى براءته وإنسانيته، وكأنما هو كان يصرخ، يعني كما قال الناقد علي الراعي الناقد المصري، هو زغرودة طويلة جدا للحياة. يعني كاتب يستحق القراءة، وأنا أنصح يعني في ذكراه أن نعيد قراءته، ومن لم يقرأ موسم الهجرة إلى الشمال فليعد إليها ليقرأها وليغني ذاكرته وليغني خياله وخيلته وليستمتع بهذا الإبداع. إلى جانب روايته موسم الهجرة إلى الشمال، هناك أيضا رواية أخرى عرس الزين الذي أيضا حظيت باهتمام، لم تترجم إلى 20 لغة، لكن حظيت. هو كاتب حوالي 5 روايات، صحيح، لكن يعني أكثر ما برز له هي عرس الزين وموسم الهجرة إلى الشمال. لفتت النظر إليه، أنا هذا سبق وقلته، موسم الهجرة للشمال، بعدها عاد النقاد والقراء ليقرأوا عرس الزين ودومة ود حامد، ولكن بعدها كتب روايات يعني مجلية. هذا كاتب ليس يعني لا يكتب مجانا، هذا يكتب يعيش الكتابة ويعيش الكلمة. فكتب روايات يعني ضو البيت اللي هي تعتبر تقريبا ثلاثية، ضو البيت، منظر شاه، مريود تعني ريد، ريد والريد في السودانية تعني الحب. فمريود هو المحبة، المحبوب، المحب. يعني كتب أيضا لم يخف من اللغة، رغم أنه مبدع كبير. يعني هناك حفلت كتاباته بكلمات عامية كان لابد من ترجمتها، مثلا أذكر على سبيل المثال كلمة الزول في السودان، يقولون للرجل أزول. فهو كتب وترجم، لو لم يكتب بعض الكلمات لما فهمنا عليه، صحيح. يعني هو كأنما كتب بلغة سودانية لها خصوصيته، ومن الصعب التخلو للأعماق إلا بالتفسير، وأنا أعتقد أن هذه أيضا إضافة. طبعا كاتب تمكن من تصوير الواقع الخاص، انطلق من الشخصي ليصل إلى العام، إلى العالمي. يعني وهذه هي العالمية، أن تتغلغل في أعماق مكانك لتصل إلى الآخرين. يعني الأمريكي يريد أن يقرأ السودان، لا يريد أن يقرأ صدر للثورة الأمريكية، يريد هاي الخصوصية، يريد أن يعلم عن هذا الكاتب، عن حياته أو عن حياة شعبه. بالضبط، يعني كاتب مبدع امتلك باختصار وبساطة، امتلك خصوصية لها عمقها التراثي ولها أبعادها الخاصة المتميزة. فبصمة الطيب صالح واضحة، ونبرته في الكتابة أيضا واضحة، تستطيع أن تتعرف عليها من بين آلاف النبرات. فهو يعني هذه الخصوصية هي التي منحته هذه القوة، وأعتقد أن نظرته الإنسانية أيضا الشاملة وتمكنه من التعبير الأدبي الإبداعي وتمكنه من اللغة الجميلة المعبرة كان سببا في انتشاره. سيد ناجي، يعني الى جانب العالم الابداعي والروائي للطيب صالح، دخلنا يعني قليلا على عالمه الخاص، يعني قراره في السفر الى لندن، حياته اللي تنقلت ما بين لندن، ما بين احد الدول العربيه، مصر، نعم، السودان. يعني هو 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 يقول انه انسان بسيط وعاش حياه عاديه جدا، لا يوجد في حياته ما يثير، ولكن من يقرا
ما تركه من إبداع أدبي، من إرث أدبي، يعني يعارض هذا الرأي. يرى أنه كاتب عاش عواصف من المشاعر، وأنه كاتب عربي بامتياز، كاتب عربي سوداني، يعني سوداني الحب، عربي الهوى. فكاتب عاش حياته بعمق وبجمال، و يعني امتاز، اتصف بالبساطة التي يتصف بها العظماء عادة. عندما التقى به أحمد سعيد محمدية صاحب دار العودة، أصدر عنه كتابا عبقرية روائية جديدة، في جمع فيه عدد من المقالات، 76 صدر عن دار الطليعة، يقول إنه إنسان يعني يمتاز بالبساطة، يعني ربما يستعصي على إنسان عادي أن يصدق أن كل هذا الإنتاج وكل هذا الإبداع صدر من كاتب بهذه البساطة. ولكن أنا أعتقد أنها البساطة العظيمة طبعا. وهناك فرق كما تعلمين وكما يعلم الجميع، فرق بين البساطة والسذاجة. هو كاتب بسيط ليس ساذجا، وهو كاتب عميق جدا، يمتلك من المعرفة يعني الكثير. وقلت لك يعني اطلاعه على الأدب العربي القديم يعني واضح، وتأثير الأدب العربي القديم أيضا واضح في كتاباته. فهو كاتب يقتحم أوروبا بقوة العرب وإصرار ومحبة، يريد أن يقول لهم أنا موجود هنا، وهم أنا وثقافتي وشعبي وكل يعني كينونتي يعني هنا. وهو كاتب ناقد أيضا، هو لا يصمت طبعا. يعني في أنا أتذكر إحدى قصص دامة ود حامد، عندما يسألونه كيف رأيت بلادنا بسويسرا، كيف رأيت بلادنا، يقول لهم ماذا رأيت في بلادكم، جبال عالية وبرد وثلج، عزمتموني وطلبتم مني أن أدفع ثمن الوجبة، أكرمتموني ولم أشعر بأنكم أكرمتموني، شعرت نفسي غريبا بينكم. يعني هو كاتب مرهف، هو كاتب مرهف. هذه واحدة من النتائج التي نصل إليها بعد قراءة مجمل نتاجاته الأدبية. صحيح، وله مساهمة كبيرة طبعا يعني على مستوى الثقافة العربية. نشكر تواجدك معنا الكاتب والأديب ناجي ظاهر، وشكرا على حضورك خصيصا يعني لإحياء ذكرى الطيب صالح في هاي الفقرة. صباح الخير. شكرا لك. كنا القليل عن عالم مليء بالكثير. صحيح، وهو يستحق الكثير. شكرا لحضورك. شكرا لك. يعني عفاف هيك بستوقفني أقرا لك شغلة لطيب صالح، كتير هيك بآمن فيها. إنني أريد أن أخذ حقي من الحياة عنوة، أريد أن أعطي بسخاء، أريد أن يفيض الحب من قلبي فينبع ويثمر. ثمت آفاق كثيرة لابد أن تزار، ثمت ثمار يجب أن تقطف، كتب كثيرة تقرأ، وصفحات بيضاء في سجل العمر سأكتب فيها جملا واضحة بخط جريء. الله، يعني شوفي جمال الكتابي. شوفي جمال، يعني في نهج حياة أو بتلاقي في فلسفة معينة. صحيح، وهذا العمق الإنساني اللي تحدثنا عنه، هذا اللي يميز كتابات الطيب صالح.